الله سبحانه وتعالى كلف موسى تبليغ فرعون على قوة من فرعون، وموسى ما مع نصير إلا الله سبحانه. هذا يدل على كلافة، على كلافة بالنصيحة لله. على إيش؟ على النصيحة لله والتبليغ ما بلغ الإنسان من العلم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى إلى فرعون، وموسى ليس معه إلا أخوه هارون، وفرعون معه كل جنوده، أن هذا يدل على أن المنصور من نصره الله. وكيف لا يكون النصر لفرعون، وكيف لا يكون النصر لموسى وهارون وقد قال الله سبحانه وتعالى له لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالذي معه الله لا يخاف، لا بد أن يكون منصورا. ولذلك لما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام وهما في الغار، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، قال يا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا، فما ظنك باثنين الله ثالثهما، هل أحد يضرهما؟ أبدا. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على أنه يوجد في بعض الكتب أن العنكبوت ضربت على باب الغار نسيجا من العش، وهذا لا صحة له، ليس هناك نسيج من العنكبوت، وليس هناك حمامة على شجرة على باب الغار، إنما هي حماية الله. ولهذا قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرني، هم على الغار الآن واقفين، لو نظر أحد إلى قدمه لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لكن الله أعمى أبصاره، فلم ينظروا أحدا في هذا الغار وانصرفوا عنه.